قشرة الدور، وانه قال له اطلعوا من برا سوف نهدم بيت حنون كامل عروسكم، والبولي في البيت طبعا حيموت، فيش حي يعني حموت. في الليل صار كلام الساعة 11 في الليل، صحابنا حنا قلنا يا رب، كل واحد حامل بنته وحامل مراته وحامل عفشه، يعني انت شايف كيف وضع الوضع، يعني صعب جدا على الغاية. انت شايف هي بيوتنا، بيوتنا راحن كلهن، هي بيتي، بيت اهلي. كان خطر الوضع عندكم؟ خطر جدا جدا جدا، كثير قزايف مدفعية، يعني كل يوم طخ نار، يعني وانت عارف كيف.